شيكات ايه ده يا حبيبي اللي عايز اديها لك؟ الشيكات يا يوسف، الشيكات اللي انت واخدها على دلال. الله، طب وانت مالك باللي بيني وبين دلال؟ لا لا لا، الكلام ما يبقاش كده. انت مش سامعه بيقول ايه؟ بقول ايه يا يوسف؟ دلال خلاص صفحه وانتهت، لا ينفع تشتغل في الوكاله تاني عشان تديك فلوس، ولا عندها جوز تغرف منه وتديلك. وبعدين يا اخي ارحم بقى، ارحم علشان ربنا يرحمك. وبعدين مش كفايه انك انت جوزته تاني عليها؟ كفايه يا اخي يوسف، الله يهديك. لا 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 لا، بلاش اتهامات كده وخلاص يا كمال. الله، انا يا جدعان انا ما جوزتش حد لحد. يا عم من غير لا اتهامات ولا تهديد، هات الشيكات اللي معاك وخلينا نخلص. دي مهما كان عندها اسرار، لو قالتها لابوك هيقلب عليك. ما بيصدقش عني حاجه. وما بتهددش يا وحيد، ولا منها ولا من غيرها. طب هات الشيكات وانت محافظ على برستيجك كده، بدل ما ناخدهم منك بطريقه تانيه. اعلى ما في خيركم اركبوه. الله، هو في ايه يا جدعان؟ يوسف، انا مسجل لك تمثيليه الخطف دي صوت وصوره. لو عايز نزيها قول زيها. اسمع كلام وحيد وبلاش تسخن عليك. ونعم الاخوات، انا فرحان بيكوا قوي، فرحان بيك قوي يا كمال قوي. بتضغط على اخوك وتهدده، حتى انت وحيد، حتى انت. النبي الله يخليك يا يوسف، خلينيش اعيط. انت عارف انا يعني دمعتي قريبه. هات الشيكات وخلص. وحاول كده يمكن ينوبك ثواب، تقنع ابوك حبيبك ان هو يردها. ولا عايزنا نروح نستعطف الست القاهنة؟ الله، يرد ايه ولقاء ايه ويرد ايه؟ ده عرجوا الست، انتوا عايزينها ترجع تبقى مرات ابونا تاني؟ يا عم ترجع ما ترجعش، مالناش فيه. انا عايز الشيكات اللي معاك ودلوقتي. اهلا يا وحيد. ازيك يا دلال؟ ازيك انت؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا دلال؟ الماما فين؟ انا اهو. اهلا يا ابو دلال، ازيك؟ اهلا يا كمال، اتفضل يا سي وحيد، اتفضل. اتفضلوا، نورتونا. ده نورك. اخبارك ايه؟ عامله ايه يا دلال؟ الحمد لله يا وحيد، اديني عايشه. لا انا مش عايز اسمع النبره دي في كلامك. انت لازم تجمدي شويه كده وتحمدي ربنا دلال. معلش يعني، سامحيني اني بقول لك دلال كده من غير القاب. انت تقول اللي انت عايزه، ده انت طلعت حنين قوي يا وحيد. يا ستي ده من ذوقك. بس على فكره انا ما بطلبش منك انك تنامي وتسيبي حقك، بالعكس انا عايزك تبقي مصممه انك تاخدي حقك، لان اللي داق الظلم سنين يا دلال مستحيل يشوف حد مظلوم قدامه. انكسرت نفسها يا حبه عين امها، وانت قادره بكسره النفس يا سي وحيد. ما هو برضو علشان نبقى حقانيين، انت كمان غلطتي يا دلال، ويمكن ربنا عايز يديكي درس. المهم انت لازم ترجعي بيتك وما تخرجيش كده. ما بقاش بيتي يا كمان، اقعد فيه باماره ايه؟ باماره ان ليكي حقوق ولازم تاخديها. امال هتاخدي حقوقك ازاي وانت قاعده هنا؟ على العموم ناجل الكلام ده لغايه ما ارجع من الصين. مش عايزه حاجه من هناك؟ ترجع سالم غانم يا رب. وحيد، خد بالك من يوسف ده تعبان. سيبيها على الله. كمال كان عايز يتكلم معاكي شويه. بس بعدين مش دلوقتي. اصل انا هقعد في الوكاله وهم مسافرين، فكنت عايز افهم منك شغل الوكاله ماشي ازاي. من عينيا الاثنين يا شهم يا جدع. على فكره كمال هينفعك قوي، لانه زيك بالظبط ما بيطقش يوسف. يلا بالاذن احنا بقى. طب ومستعجلين ليه؟ ما لسه بدري. بدري من عمرك يا ام دلال. دلال، الظرف ده يخصك. في ايه ده؟ افتحي بعدين بقى وشوفي براحتك في ايه. حاضر. وانت يا كمان كلمني في اي وقت، انا عينيا الاثنين ليك. هكلمك علشان الوكاله وعشان حاجات تانية كمان. سلام عليكم. طيب. سلام عليكم. مع الف الف سلام. سلام. ده مسافرين السين بقى، حد فيك يفتكرني في مروحه كده ولا؟ بالسلامه. بالسلامه يا ناس. الظرف ده فيه ايه؟ ربنا يريح قلبكم يا كمال انت ووحيد يا رب. مش عوايدك يعني تصحي من النوم متاخره كده؟ ما بقاش في حاجه اصحى لها بدري ياما. طول اليوم من الاوضه للصاله ومن الصاله للاوضه. وهتفضلي على الحال ده كتير؟ لا طبعا. هنتقم من سيد ويوسف، بس لما جرحي يلم. هو يا بنتي مش الدكتور قالك انك انت خفيتي؟ الجرح اللي جوايا ياما الدكاتره مش هيعرفوا يداووه. طب وده هيداويه ازاي؟ بموت سيد. ايه؟ اتجننتي؟
ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ سمعتك بتقولي الكلام ده واحنا خارجين من الفيلا، قلت يمكن عصبيه ولا زله لسان، لكن اللي بيتقال ده جنون جنون. سيبني بقى دلوقتي يما. يا خبر، اهلا وسهلا، اتفضل. تشرب ايه؟ شويه شاي حلوين من ايدك الحلوه حاجة. من عينيا الاثنين. اتفضل 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 يا حاج. خير يا حاج ان شاء الله. خير ان شاء الله. اولا انا جاي اعزيكي في ابنك المرحوم. أنا عارف إنك أنت كنت على وش ولادة، ربنا يعوض عليكي. عايز تقول إيه يا حاج؟ أنا تعبانة ومش حمل لف ودوران. عاوز أقول لك إن أنا عارف كل حاجة. كل حاجة اللي هي إيه يا حاج؟ سيد الدقاق رمى عليكي يمين الطلاق، وحكاية وقوعك في الوكالة دي ما كانتش صدفة. أنت عرفت منين إن سيد رمى يمين طلاق؟ أنا جادة دلال وأعرف كل حاجة. ما هو كله من العقربة اللي انت كنت متجوزها، خطفت الرجالة. وانا جايلك بقى علشان العقربة دي وعشان سيد الدقاق، وانا عارف ان انت محروقة منهم هما الاتنين، وانا برضو محروق من العقربة وسيد الدقاق، يعني احنا الاتنين عقربتنا واحدة. عاوزك تفكري كويس اوي ازاي ننتقم منهم، وما تعتليش اي هم، وخصوصا بعد ما ولاده بقوا ضده. ويوسف؟ يوسف خلاص يا دلال، خطيبته سابته وبقى عريان، يعني سهل اوي ان يقع مع ابوه. انا بقى هبتدي بيوسف. يعني يا متر دلوقتي مفيش اي خطر من الحكايه دي؟ الخطر ان ورق الضد اللي هتكتبه على مراتك يروح منك وتفضل ممتلكاتك كلها باسمها. يروح مني؟ هيروح مني ازاي؟ ده انا بحطه في خن ولا الجن الازرق يعرف طريقه. بحيث كده يبقى علي العالي يا حاج. بس انت متاكد ان الحكايه دي هتخليهم يبعدوا عنك؟ بيني وبينك يا متر انا ما قداميش غير كده بعد العيال ما تجرأوا عليا. على خيرة الله، انا من بكره ان شاء الله هجهز كل الاوراق. طيب بس انا عايز اللي يدعبس ورايا يا متر ما يلاقيش عندي ملين احمر. يبقى جيب لي نسخه من جميع الاوراق اللي تثبت ممتلكاتك، سواء اللي قدام الناس ولا اللي في الدرك. من بكره كله هيبقى عندك، المهم ان انا اخلص منهم. أنا هحرق قلوبكوا على الفلوس اللي عينكوا عليها. أنا هبقى سيد بتاع زمان. نشوف بقى مين اللي بيحبني لنفسي ومين اللي ما يهموش غير فلوسي. بس أمن نفسك من لقى برضو يا سيد، أصله ما ينفعش يضحك عليك، أنت كبير.